حياكم الله مشاهدينا الكرام واهلا وسهلا بكم الى هذه الحلقه الجديده من برنامج بتوقيت المهره. نستعرض ونناقش فيها الاحداث والتطورات والمستجدات في المحافظه. نسلط الضوء في هذه الحلقه على تدشين معرض الكتاب في المهره وملفات اخرى. اهلا بكم دشن محافظ المهره محمد علي ياسر معرض الكتاب الذي تقيمه جامعه المهره بالتنسيق مع الهيئه العامه للكتاب خلال الفتره بين الحادي عشر والثاني والعشرين من شهر اغسطس الجاري. خلال التدشين اشاد المحافظ بالجهود الكبيره التي بذلتها قياده جامعه المهره في عمليه الاعداد والتحضير للمعرض والتواصل مع عدد من دور النشر والجامعات والمكاتب العلميه من عده محافظات وكذلك من خارج اليمن مؤكدا استمرار دعم السلطه المحليه وتقديم جميع التسهيلات اللازمه للجامعه ورعايه مختلف انشطتها ويشمل المعرض العديد من المجالات الثقافيه المتنوعه وكتب المعرفه والفقه وكذلك الكتب القصصيه والعلميه المتخصصه في الطب والكيمياء والفيزياء والرياضيات والفلسفة والأدب وكتب الأسرة والطفل والاقتصاد وللشباب العديد من الكتب في مجال الأدب والرواية والشعر والدراما أستاذ سعيد اليوم أن نفتح معرض الكتاب وهذا يعني بجهود الأخوة في الجامعة ودور النشر الموجودة في اللي أتوم من كل مكان هذا يدل على إيش؟ وضعها اكثر افضل بكثير من من, من بعض المحافظات واللي نتمنى لها الاستقرار والديمومه خاصه بعد مهرجان الكبير مهرجان المهره للتراث هذا انا اقول لكم بكل صراحه خلج انطباع عند القياده السياسيه وخلق انطباع عند دول الجوار وخلج انطباع ان المهره هذه محافظه والفضل الله سبحانه وتعالى ثم لابنائها والناس اللي يأتون من كل مكان عبر عدد من مديري العموم والناشطين في محافظة المهرة عن سعادتهم الكبيرة بتدشين معرض الكتاب في مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة مؤكدين أهمية القراءة في توعية المجتمع نتابع بافتتاح مثل هذا المعرض في هذه الظروف الاستثنائية وبالذات في محافظة المهرة لذلك فاننا نامل ان يكون من كل من تعنيها الثقافه ومن كل من يعنيها الكتاب ان يزوروا هذا المعرض وبصفتنا في وزاره التربيه والتعليم في مكتبه التربيه والتعليم بالمحافظه سنعمل تعميم ونوجه كل المدارس في التعليم الاساسي والثانوي ان يقوموا بتنظيم رحلات لزياره المعرض لجميع المدارس في مديريه الغيضه وحتى في المديريات الاخرى من من لديهم الاستطلاع لزياره هذا الكتاب آه هذه نقله نوعيه نشكر كل القائمين نشكر جامعه المهره ورئيسها ونشكر كل الكليات آه في هذه الجامعه على اقامه مثل هذه المعرض وفي ظروف استثنائيه نشكر كل العاملين بهذا المعرض والداعمين اولا نبارك ونرحب بهذا المعرض الاول للكتاب الذي أقيمته جامعة المهرة أول معرض يعتبر في محافظة المهرة بالتنسيق معنا في الهيئة العامة للكتاب ويعتبر هذا المعرض أول معرض المحافظة حيث أن بعد مطاوفة هذا المعرض وجدنا العديد من الكتب القيمة والمهمة العلمية والثقافية والشرعية الإسلامية منها والنحو حتى والنحو المعرض هذا يعتبر أهم معرض بالنسبه لنا في محافظه المهره لان المعرض الاول وان شاء الله خلال الفترات القادمه يكون في اعداد اكبر من هكذا للمعارض السابقه وبهذا نشكر الاخ محافظ محافظه المهره ورئيس الجامعه على الجهود الذي بذلوها وقيادة سلطة المحلية على الجهود اللي بذلوها في إقامة هذا المعرض أنا سعيدة جدا لحضور المعرض هذا في هذا اليوم المعرض المقام في محافظة المهرة لأول مرة سعداء جدا بادخال هذه الافكار الى المحافظه لزياده الوعي تغذيه الفكر المهري في هذا الجانب نشكر كل القائمين على هذا المعرض سواء كانت السلطه المحليه والقائمين جامعه المهره ورئيسها وكل القائمين على هذا المعرض وكل من شارك فيه نتمنى لهم التوفيق وان شاء الله يكون فيه استمرار لهذا المعرض في المرات الجايه ان شاء الله كما أدعو من جهتي الجانب النسوي المرأة في محافظة المهرة الاتجاه إلى مثل هذه المعارض لما لها أهمية من التثقيف وتوعية المرأة في كثير من الجوانب نتمنى أيضا وبكل قوة أن المرأة المهرية يكون لها حضور كبير وملفت ويكون لها متابعة في مثل هذا الجانب الثقافي سعداء بحضورنا معرض الكتاب الذي أقامته جامعه المهره بالتنسيق مع هيئه الكتب صراحه فعاليه جديده ومهمه جدا لاثراء القراءه لدى المجتمع المهري هكذا فعاليات نؤيدها ونشجعها لاكتساب المعلومه القراءه هي اهم عنصر من عناصر التثقيف النفسي والمعنوي لدى المجتمع للمرة الأولى يدشن في محافظة المهرة معرض الكتاب في مديرية الغيضة وسط مشاركة واسعة لدور النشر والجامعات من داخل وخارج المحافظة كاميرا المهرية زارت المعرضة وخرجت بالتقرير التالي تأكيدا على أهمية القراءة ودورها في توعية المجتمع، أهداف رسمها القائمون على معرض الكتاب الذي تشنته السلطة المحلية في المهرة تدشين معرض الكتاب ياتي ليؤكد مره اخرى للقريب والبعيد ان المهره هي موطن السلام والثقافه ولتذكر رواد المعرض بقول الشاعر وخير جليس في الزمان كتابه. للامانه معرض الكتاب نحن بحاجه للعوده للكتاب. كمجتمع كوطن كشعب بحاجه لكي نعود للكتاب. لتستقيم امورنا. معرض الكتاب أولاً أحب أشكر جامعة المهرة وأيضاً السلطة المحلية، الحمد لله مهما كانت الظروف لدينا متنفس للحياة، لدينا متنفس للفرحة، لدينا متنفس للقراءة. معرض الكتاب يعني أكثر ما شدني مثل ما قلت الأطفال ما شاء الله، مع أن اليوم أول يوم دراسي. يعني اللي حاضرين اليوم غايبين على المدرسة ولكن أيوه لكن مجرد اقتراب النشء من دور الكتب ومن المكتبات هذا يعتبر انجاز يحسب للجامعه ويحسب للسلطه المحليه. فالمهره التي تعد بوابه اليمن الشرقيه يعاد للكتاب فيها رونقه في زمن فوضى وسائل التواصل الاجتماعي التي سلبت فيها حريه المواطن في القراءه كما يقول الزوار هنا. طبعا هذا المعرض هو يقام لاول مره تقيمه جامعه المهره في محافظه المهره. هذا المعرض يعتبر شيء ممتاز وطيب يلبي طموح الشباب الراغبين في الإطلاع والراغبين في الإطلاع والبحث عن شيء جديد خاصة منهم الأكاديميين والباحثين طبعا هناك كجامعة العلوم والتكنولوجيا شاركنا بعرض إصدارات جامعة العلوم والتكنولوجيا من الكتب. آه طبعا الجامعة هي أصدرت أكثر من ثمانين كتاب آه خاص بس بإصدارات جامعات العلوم والتكنولوجيا مختلفة في المجالات المختلفة منها العلوم الإدارية والشريعة والقانون والإعلام والثقافة الإسلامية وأيضا في جوانب اللغة العربية والدراسات الإسلامية وغيرها من الكتب الإقبال الكبير على معرض الكتاب في يومه الأول شهد إشادات من قبل الزوار بالجهود الكبيرة التي بذلتها قيادة جامعة المهرة في تنظيم المعرض وعمليه الاعداد والتحضير والتواصل مع عدد من دور النشر والجامعات والمكاتب العلميه من عده محافظات ومن خارج اليمن للمشاركه في المعرض الحضور اليوم في اليوم الاول لافتتاح معرض الكتاب بجامعه المهره يبين مدى تعلق وحب الناس بهذه المعارض وايضا نظرا لقله دور النشر بمحافظه المهره يؤثر الامر تاثير سلبي الناس متعطشه كلهم متعلقين بحب الاطلاع والقراءه وايضا الكتب وحتى الكتابه التي سيقام ايضا في دورات كما سمعنا في الكتابه ومثل هذه المعارض نامل انها تكون بشكل سنوي ويكون فيها مشاركات اكبر لمكاتب اخرى حرصت جامعه المهره هنا على اقامه مثل هذه الفعاليات الثقافيه والادبيه لاحياء روح القراءه والاطلاع في نفوس الناس واكسابهم الثقافه المتنوعه واطلاعهم على كتب العلم والفقه والكتب القصصيه والعلميه المتخصصه اهم هدف لاقامه هذا المعرض هو احياء القراءة في نفوس الناس في نفوس الشباب في نفوس النساء في نسو في نفوس الأطفال ليكون الكتاب ليعود إلينا الكتاب مرة أخرى بعد أن أنشغلنا بأجهزة أجهزة التواصل الاجتماعي فنعود إلى كتابنا وكما قال الشاعر و. خير جليس في الزمان كتابه معرض الكتاب الذي نظمته جامعة المهرة بالتنسيق مع الهيئة العامة للكتاب بين الحادي عشر والثانية والعشرون من شهر أغسطس الجاري بالصالة الرياضية المغلقة في مدينة الغيضة والذي سيسهم بإظهار دور المهرة الثقافي وخلق بيئة خصبة لدورة حياة ثقافية وحراك أدبي كبير لتستعيد المحافظة دورها الفاعلة على مستوى اليمن في سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية شاحن بالمهرة من ضبط أربعة أشخاص يقومون بتهريب المهاجرين غير الشرعيين من المحافظة الأخرى إلى محافظة المهرة وقال نائب مدير أمن شحن ومدير البحث الجنائي الدكتور رشيد الصلاحي قال إن أفراد الأمن ضبطوا أربعة حافلات تستخدم في نقل وتهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى محافظة المهرة وأوضح الصلاحي أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع وتحر واسع منذ تحرك المهاجرين غير الشرعيين من محافظة مأرب حتى وصولهم إلى مشارف محافظة المهرة حيث تم ترتيب العمليات والتحري لضبطهم قبل دخولهم مدرية شحن وقادت عملية الضبط في واقعتين منفصلتين إلى ضبط 44 شخصا على متن الحافلات المضبوطة خلال هذا الأسبوع أثار تهالك السد المائي في منطقة عتاب مخاوف لدى المواطنين من انهياره بعد أن كان طوال أكثر من ثلاثين عاما يستخدم لحماية السوق والمنازل والمقابر من السيول والفيضانات وكذلك حماية المنطقة من الكثير من الكوارث الطبيعية التفاصيل في سياق التكرار التالي قبل أكثر من ثلاثين سنة بنى أهالي منطقة عتاب بمحافظة المهرة هذا السد أو الحاجز المائي بغرض حماية السوق والمقابر والمنازل القريبة من مجرى السيل إذ كانت السيول تدخل إلى وسط السوق وبين المنازل وتسببت بتدمير الكثير من المقابر مما اضطر الأهالي إلى عمل حاجز وبنائه لتجنب المزيد من الخسائر. تم بناء هذا السد من قبل الأهالي وقد له فترة أكثر من ثلاثين سنة أو أكثر قام الأهالي ببناء هذا السد بسبب السيول دخلت إلى المنطقة وجرفت المنازل وممتلكات العامة مما أدى إلى قيام الأهالي ببناء هذا السد صمد السد لأكثر من ثلاثين عاما في وجه سيول الأمطار والفيضانات والأعاصير التي شهدتها عتاب خلال السنوات الماضية غير انه ظهرت عليه خلال هذا العام بعض الانشقاقات والعلامات التي تنذر بالخطر مما جعل سكان المنطقه يتخوفون من احتماليه انهيار السد ودخول السيول مره اخرى الى السوق خاصه ان المحال التجاريه والبيوت ازدادت وباتت على حافه السد وهو ما يزيد من قلق المواطنين الان ظهرت شكوك في الجسر وانهدام من عده اطراف ونرجو من السلطه المحليه ومن الحكومه ببناء وترميمه في ظل تغير المناخ واتجاه الكثير من الاعاصير والفيضانات الى مناطق محافظه المهره يرى المواطنون في منطقه عتاب ان هناك حاجه لترميم السد واعاده صيانته وتوسيعه ليستمر في حمايه المنطقه من اي مخاطر قد تحدث. نظم ملتقى الفه المؤمنين للاعمال الانسانيه في المهره فعاليه ختاميه للمركز الصيفي العاشر الذي اقامه مركز اقرا للعلوم الشرعيه في مسجد بن علوي بالجحي الغيضه. وشارك في المركز اكثر من 300 طالب وطالبه واستمر مده 40 يوما. وفي حفل الاختتام قال رئيس ملتقى الفه المؤمنين حسين بن حفيظ قال ان الطلاب استفادوا من خلال المركز الصيفي الكثير من المعارف في العلوم الشرعيه واللغه العربيه مضيفا ان الهدف من المركز الصيفي المحافظه على الطلاب من التشرد والضياع خلال الاجازه الصيفيه وشهد الحفل الختامي فقرات متنوعه نالت استحسان الحاضرين كما قدم الطلاب لمحة تعريفية عن القدس وكذلك ألقيت كلمات توعوية للشباب والطلاب حول أهمية المراكز الصيفية وحلقات الذكر نفذت إدارة الوقاية بمكتب الزراعة والرأي في محافظة المهرة حملة رش لمكافحة الحشرات القابضة على المزارع في مديرية الغيبة وتاتي الحمله بتوجيهات من المدير العام لمكتب الزراعه والراي المهندس سعيد علي القميري لمكافحه الافات الزراعيه. وعبر المزارعون عن شكرهم لمكتب الزراعه والراي للقيام بهذه الحمله وتخفيف الضرر من الافات التي تسبب خسائر في المحصول. نظم مركز عمر بن الخطاب لتحفظ القرآن الكريم الحفل التكريمي للمركز الصيفي الرابع بمدينة الغيضة برعاية من مكتب الأوقاف والأرشاد بالمحافظة وكذلك إشراف مركز إعداد الأئمة والخطباء وقال القائمون على المركز إن الحفل الختامي يأتي بهدف تكريم المبرزين من حفظة القرآن الكريم وتشجيع بقية الطلاب على الالتحاق بمثل هذه المراكز الصيفية وإشاد القائمون على, المر... على المركز بدور مكتب الأوقاف والإرشاد بالمحافظة ورعاية مراكز تحفيظ القرآن إلى جانب الجهود الكبيرة التي يبذلها مركز إعداد الأئمة في تأهيل وتطوير قدرات الحفاظ افتتح الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبد الله نيمار بمدينة الغيضة صالة حيا بوك للأفراح والمناسبات للمستثمر عبد الله بخيت سعد مخفيق وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمختصين وفي فعالية التدشين أكد الأمين العام دعم السلطة المحلية لقطاع الاستثمار وتشجيع المستثمرين وكذلك تقديم جميع التسهيلات اللازمة لنجاح الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية المتنوعة مشيرا الى اهميه الصاله في احتضان مناسبات الافراح وتنظيم المؤتمرات والندوات وما يماثلها. بدوره ثمن المستثمر عبد الله بخيت مخفيق الدعم والاهتمام الذي تقدمه السلطه المحليه ممثله بالمحافظ الاستاذ محمد علي ياسر للمستثمرين والاستثمار المحلي ورجال الاعمال على توفير الظروف المناسبه من خلال دعم المستثمرين بتأمين ظروف النجاح لهم وجلب وتحفيز الاستثمار وتسهيل عمل المستثمرين. وهذا يأتي ضمن الأنشطة الاستثمارية التي يقيمها أبناء المحافظة والوافدين فيها وتعطي دفعة جديدة للمشاريع الاستثمارية الخاصة هذه الصالة صالة الأعراس والاحتفالات تعتبر من الصالات النموذجيه في المحافظه خاصه في مدينه الغيظة والتي نحن بحاجه الى مثل هذه الصالات باسم السلطه المحليه نتشرف ونشكر المستثمر الشيخ عبد الله بخيت مغفيق على انشاء مثل هذا المشروع الذي يقدم شريحه كبيره الذي يقدم او يقدم خدمات كان للسلطات والجهات ذات العلاقة أو كان للقطاع الخاص في أفراحهم تنفيذ الأفراح أو الاحتفالات أو الاجتماعات نعمل من الأخوة المستثمرين أنه يعملوا مشاريع مماثلة ومشاريع استثمارية لأنه الجانب الاستثماري الخاص هو رديف للسلطة المحلية ورديف للدولة نشكر الأمين العام على زيارته وتشريفه لنا بافتتاح هذه الصالة صالة حي أبوك ونرحب بكم جميع وحياكم الله في هذا المقام وإن شاء الله هذه تكون داعمة للمحافظة وأنشطتها ولكم كل التحية والتقدير على قدومكم ووصولكم لهذا المقر ونرحب بكم جميع إلى هنا وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي بتوقيت المهرة نلتقي في حلقه جديده مقبله الى حينها دمتم في امان الله